في البداية يعني المكالمة دي الحقيقة هي مكالمة شكر لحضرتك على موقفك وإخلاصك وتفانيك في عملك يعني، بس خلينا نعرف السادة المشاهدين يعني إيه اللي دفعك إنك تقوم بالمهمة دي بالرغم من إنك كان ممكن تكلف بيها أي حد؟ حضرتك يا فندم، دي مدرستي من البداية، أنا كنت تلميذ فيها، اتخرجت وعملت بها معلمة ثم مديرا لها. وانا بحب دائما كل حاجه في المدرسه، يعني لو اقدر ان انا اعملها بايدي اعملها بايدي عشان تظهر المدرسه بصوره جميله بين مدارس الاداره او على مستوى محافظه كفر الشيخ. بصفتي انا كمان انا خريج مدرسه الخطوط العربيه وخريج معهد خط عربي، فبالتالي انا بشتغل اصلا خطاط ورسام، وده طبعا ساعدك بشكل يعني كبير يا استاذ معروف. حاجات الدهانات والرسم والامور دي هوايه. فانا دايما بحب الحاجات اللي انا اقدر اعملها داخل المدرسه فبقوم بيها بنفسي. طيب يعني استاذ معروف كمان حاجه يعني اقوم بيها بنفسي بحيث ان انا اوفر للمدرسه ابره صنايعي هيجي او كده، لان طبعا ميزانيات المدارس اصبحت بسيطه. يعني احنا من ايام الحساب الموحد اللي بقى تبع الوزاره اصبحت ميزانيات المدارس ما فيهاش اي فلوس خالص، فبالتالي هنجيب صنايعي، الصنايعي عايز يتحاسب. لا، فالشيء اللي انا بقدر اقوم به بنفسي بشتغله.